شيخنا أحسن الله إليكم وحفظكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الأخت حنان من السودان تقول أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنها قامت بالضغط على جسده الشريف، وكانت ملابسه تشابه ملابس الرعاة، بمعنى أنه يلبس سروالا فضفاضا. فتقول: هل هناك من دلالات حول هذه الرؤيا؟ والرأي لكم، البرنامج ليس عبر الرؤيا، تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام رسول الله وبعد، فالله سهل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وبعد، فأنت يا شيخ عبد الرزاق كأنك تلمح بأني أفسر، فأنا والله الذي لا إله إلا هو لا أعرف التفسير، وما نحن بتأويل الأحلام بعالم، ولا يوجد عندي علم. وفي اللقاء الأسبوع الماضي أو قبله، لعله الأسبوع الماضي، تكلمنا عن هذه المسألة، مسألة أنه لا يجوز الكلام في تفسير الرؤى إلا بعلم، والذي لا يوجد عنده علم يحرم عليه، لأنها كالفتوى. الله. فأول الجواب أنني لست مؤول أحلام. ثاني الجواب، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو لا يتمثل بي. وجاء أيضا: من رآني في المنام فسيراني، أو نحو ذلك. وقال الإمام ابن باز معلقا على هذا الحديث رحمه الله، بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وهيئته المعروفة من أوصاف صلى الله عليه وسلم، وأمره بخير، فهو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال في الحديث: فإن الشيطان لا يتمثل بي. الله أكبر. لكن الذي لا يعرف أوصافه وقد يخيل له أنه هو في صورة النبي وهو ليس في صورة النبي، قال رحمه الله: فيأمره بشرك أو بشر أو بمعصية أو ذنوب، فيتنبه لهذا. هذا الذي أستطيع أن أقول، أما أكثر من هذا فأنا لا أعلم. الأخت لابد أن تنتبه لمسألة، وجميع المشاهدين والمشاهدات، أهل العلم يقولون ليس من قوة الإيمان ولا زيادة الإيمان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وليس معناه أن الذي لا يرى النبي أنه ناقص الإيمان، فلا بد من الانتباه. والإنسان إذا رأى النبي بأوصافه الحقيقية فيحمد الله عز وجل على ذلك، وعليه أن يزداد إحسانا، وعليه أن ينتبه في قادم أمره من الإكثار من الصالحات والحسنات، ولا يدخل عليه هذا شيء من العجب بعمله أو بنفسه. فالقلوب بين أصابعين من أصابع الرحمن يقلبهما سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار، إنما يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. ودائما أهل السنة والجماعة يخافون من الخواتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المتفق عليه قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل الحديث. والله أعلم.